السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح نشرح شرح بسيط وسريع بمعركة وسكشن، الشرح على البطولة الجديدة اللي اسمها Emergency Call. هلا رح أقلب على الإنجليزي عشان تشوفوها، يعني اسمها Emergency Call هي البطولة، ورح تكون محددة هي إنه رح تاخد أنت تبلش كواحد ضد واحد وتكتبني قاعدتك، والمهمة لازم تدمر قاعدة الخصم. فانت عندك الشغله الجديده بهذا الوصول غير الوعد الوعد، انه عندك عالمين لا تحتلهم، كل ما تحتل العالم بيطلع لك فيه عربائي. فاذا دخلنا على المعركه بنوريكم اياهم هلا، لاننا ما راح نقعد الا نشرح فيها بهالشكل بس على هديك، لان بالشكل بس الصوره وهيك ما راح يتفهم اكثر اهم من هاي. انا هون ما عندي بريميوم المشكله، بس انا اوريكم كل شيء. عباره بينزلكم انه هاي الاشعار انه احتل العالم. العالم لما بتحتله هذا العالم مثلا تحتله بيطلع لك منه عرباية بعد وقت. طبعا نفس الحالة هي هون العرباية الثانية. طبعا عندك العربايتين، انت يعني عندك عالمين راح تحتلهم يعطوك منهم عربايتين، بس عربايتين اقل من عربايتين ما بيصير، اكتر من عربايتين اظن ما بيصير. لا يعني اذا احتلت واحد بيعطيك عرباية، الثاني بيعطيك عرباية ثانية. طبعا اذا انت اخذت العرباية من هالعالم بعدين انت اتدمرت وهالعالم ما صار تحت سيطرتك، فما بتطلع العرباية الثانية، بتروح عليك. محلات بيطلع لك نقاط انت لونهم ابيض راح يكونوا بالعرباية لازم تحتلون انت، فالعرباية راح تكون بس تطلع النقاط راح يكونوا جنب هالمباني. يعني عندك مبنيين بالنص، عندك مبنيين بهالمحل بالنص بيناتكم، وهون تبعت هاي القريبة على قاعدتك، وهي بالنص كمان هون اثنين تانيات. يعني بيطلع كل اثنين ورا اثنين، وما بيطلع النقاط البعض الا لازم يكون محتلين الادمة. فهون هذا طلع واحد هون قريب عليه وواحد قريب علي، طبعا هاي اول نقطتين، فلازم احتل العالم لاجيبهم، يعني لاجيب عربيتين اللي يحتلوا هالنقطتين. ومن النقطة بس يحتل الواحد بياخد فينو بيطلع له بعدين قوات، بيكون من هالمحل او من هالمحل بيجوا القوات. وين المحل التاني ليكو؟ كان هون، هون بيطلع من هالمحل، هالمحل بيطلع وهالمحل هون. طبعا نفس الشي تحت بيطلع لك من هالمحل هون هيك، هالمنطقة وهالمنطقة بيطلع تبع القوات. القوات بتكون لك طبعا تحت سيطرتك. راح احكي لكم، لا نشرح هلا، نحكي لكم عن القوات قد قوتها. عندكم اول وحدة، اول ما تحتلوا عندكم اياها، اول ما تحتلوا اول وحدة، عم نعيد الكلام المشكلة. فإذا احتليتها بيطلع لك قوات، فأول وحدة بتحتلها رح يكون عندك جنود ليفل واحد، جندي ليفل اثنين، ودبابة ليفل واحد. النقطة الثانية بتحتلها بيطلع لك من بعدين لما بتحتل مرتين النقاط بيزيد، بيصير عندك دبابات ليفل اثنين مع دبابات ليفل واحد وجنود. بتحتل الثالثة بيطلع لك دبابات ليفل ثلاثة مع دبابات دفاع جوي. بعدين بيطلع لك في عندك رابعة وخمسة، هنا آخر شي يعني أربعة وخمسة، وبعدين بيضلوا على نفس القوة ما بيزيد قوتهم. بعدين الرابعة بيطلع لك بعدين دبابات ليفل ثلاثة عندك، بعدين بيطلع لك راجمات ودبابات دفاع جوي، وبيطلع لك كمان الشيلد أو الكاميليون وقتها. والخامسة وقتها بيطلع لك نفس الحالة، دبابات ليفل ثلاثة، راجمات، دفاع جوي، وبيطلع لك دبابة شيلد أو كاميليون. بس انه الخامسة هي بتكون اول شيء، والرابعة هي بتكون اضعف منها بس مو كتير. فانت اذا احتليت الخامسة بعدين بدك تحتل السادسة، فالسادسة بيطلع لك بعدين رابعة، بعدين بيعيدوا يعني بيعيدوا القوة تبوت القوات، يعني بيعملوا اربعة خمسة اربعة خمسة اربعة خمسة اربعة خمسة، بيضلوا بيعيدوا هيك. بس انت اذا ما احتلت العالم وما احتلت النقاط والاخير عندك مشكلة بعدين، يعني هو اذا طالع بيطلع لك كتير شيلد، بيطلع لك كتير كاميليون، يعني اللعبة بثمان دقايق بيكون ملالك، بعشر دقايق بيكون ملالك ثلاثة أربعة شيلد أو أربعة كمليون خمسة كمليون، أنت ما بيكون لسه يمكن طالع لك شيلد واحدة من عندك من المصنع، ما بتلحق. هي إذا كان الرانكات العالية، طبعا الرانكات الواطية بيكون طالع لك شيلد وكمليون وأنت لسه ما عندك ولا واحدة، بتكون مبنى رئيسي ليفل ثلاثة لساعتك. فأنا رايح أحتل التانية أنا هون عنده، طبعا هي صعبة هون أول واحدة لأن هي قريبة على قاعدته، لازم أسيطر هون. هلا الخريطة كبيرة، فالخريطة للمقاومة يعني يعتبر.
يعني هون اسمع، احتليناها اللي هي التانية. انا احتليت التانية، طلع مني 4 كويوتي وواحدة دبابة ليفل 2. هلا طلعوا النقطتين بالنص، هل نسمعش ب10؟ بنودي العربيات. طبعا العربية لازم تفتحها انت، ما بس توقفها توقيف هيك واقفة على عادي، بعدين ما بتاخدها، لازم تفتحها بس منك شايف عم بيفتحوا التنتين لحتى يبدأ الاحتلال. بس تكمل الدائرة هاي بتح بتصير الاحتلال. طبعا اذا هي عم تحتل وراحت اتدمرت راح ترجع هي تعمل كأنك عم تاخد انت صندوق الموارد. شي احتلله العالم هاد اللي عم يطلع له من العربية. انا هي وحدة منهم، هي اذا هي اتدمرت ما بيطلع لي منها، بس اذا هي اتدمرت تطلع لي منها العالم، لان هذاك العالم مو تحت ارادتي. لا ليكني عم بحتله، هو لازم دمرت له هاي ما بيطلع له ولا وحدة. هو طبعا عم بيطلع المبنى الرئيسي بالاربعة، يعني طاحش علي وانا ما يطاحش. شوف التالتة هون، التالتة هي التالتة بتكون عندك دبابتين ليفل 3، دبابة 3 دبابات ليفل 2 ودبابة دفاع جوي. هاي بيكون رقم 3 اللي بتطلع. الرام 4 راح تكون هاي 2 ليفل 3 راجمتين دفاع جوي وكمليون. يعني هلا اظن الرابعة، هلا هون الخامسة والسادسة احتليتهم. هلا شوف شلون، هاي راح تكون الرابعة مثل الرابعة. يعني هلا هون هلا احتليت، انا هلا هون احتليت 5 و6. طيب وين الخامسة؟ الخامسة هلا هون طلعت. الخامسة عبارة عن 3 دبابات ليفل 3، 3 راجمات، كاميليون او شيلد، ووحدة بوركيوباين. طبعا الاتحاد راح يطلع له 2 تايفون، كل بوركيوباين تساوي 2 تايفون هيك عندهم. وهلا الساسة ايش راح تطلع؟ عشان الساسة راح تكون اقوى من الخامسة، اقوى من يعني هاد الخامسة. لا ما راح تكون اقوى من الخامسة، اسمع قلت راح يعيدوا الرابعة. هلا ترجع بتنزل الرابعة هي اللي هي 2 جاكوار، 2 راجمات ودفاع جوي والكاميون او الشيلد. واذا احتلت وحدة سابعة مثلا هلا بهالنطاش بتطلع لي مثل هاي. واذا احتلت التامنة ايش بتطلع؟ التامنة بترجع بتطلع لي مثل هاي. التاسعة مثل هاي، يعني الفردي راح يطلع لك مثل هاي، الزوجي الرقم الزوجي راح يطلع لك مثل هاي. يعني اكتر من هيك ما راح تقوى، اكتر من هيك ما راح تقوى، بعدين بتصير كتير قوي. يعني شوف عبارة انا اتش كيو 4 8 دقايق، يعني 9 دقايق، وصار عندي 175 من 137، يعني اكتر من المبنى، اكتر من نقاط المباني تبع الليفل 5. يعني اذا طلعت على ليفل 5 ما راح يكون معي مكفي حتى لابني شي من عندي. يعني بهالجيش خالص يعتبر خالص الواحد عم بينقتل. يعني بضل بيطلع لي، بضل بيطلع لي، انا بتجمع 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 وبيصير مثل النمل جيشه ما بيقدر. شكرا متابعة، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. باي باي.